نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالقليوبية ندوة بعنوان حوار وطني من أجل كل المصريين، بمشاركة عدد كبير من أبناء المحافظة، بهدف بحث أهم مطالب الجماهير من الحوار الوطني. تم التأكيد خلال الندوة على أن الحوار الوطني هو فرصة حقيقية لتعبير كافة فئات الشعب عن احتياجاتهم ومتطلباتهم لوضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المجتمع. ابتدينا بدورة لإعداد القادة من العاملين والجامعيين، الطلاب الجامعيين والخريجين من جامعة بنها وغيرها من أنحاء الجمهورية، وذلك لثقل الوعي الثقافي والسياسي والتنموي والتكنولوجي أيضا لطلاب جامعة بنها وغيرهم أو لكل أنحاء الجمهورية. تكلمت عن التوعية، الإطار التوعوي بيكون عن طريق التوعية الدينية أولا، عن طريق العلماء الدين في المساجد والكنائس. كذلك تكلمت عن الدور التوعوي للصحافة والإعلام والسوشيال ميديا لتنمية وعي الناس عن التضخم السكاني والزيادة السكانية وأنها بتأكل الأخضر واليابس في المجتمع. كذلك اتكلمت عن دور الدولة في عمليات تنظيم الأسرة وإزاي بتقدم برامج رعاية تنظيم الأسرة وخدمات تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية وفي المستشفيات وفي كل قطاعات الصحة بدور مجاني. عملنا يوم للحوار الوطني وبدأنا نقف على المشاكل والحلول وآليات الحل، فبدأنا بالوحدات الحزبية وبدأنا نعرض نطرح عليهم يجيبوا لنا من نبض المواطن العادي ونبض الشارع من خلال المشاكل والحلول من وجهة نظرهم. ملف من تمكين الشباب داخل الحوار الوطني والاستماع ليهم، مش بس نعيش في جو مكلمة ولكن نطلع بأهم التوصيات من كل حوار بنعيشه وبنقعد علشان نحط التوصيات ديت وبنعمل على خطوات تنفيذ مباشرة. تقدمنا بالرؤية من خلال النصوص الدينية والحلول الدينية لمشاركة القيادة السياسية في دعوة المجتمع المصري للتماسك والحفاظ على الأسرة. في المؤتمر ده كنا بنتكلم على الأسرة وتماسكها، كلمنا كمان على المجتمع كله بكل فئاته تكامله، لأن المجتمع القوي بيهتم بكل الفئات الموجودة فيه. احنا هنا على مستوى القليوبية اتحركنا على ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية في إطلاق الحوار احنا تعاملنا مع أمناء المراكز والأقسام وبدأوا يتحركوا داخل القرى والعزب ويجمعوا كل المشاكل اللي هم شايفينها ويصيغوا آليات حلولها من وجهة نظر الناس، وجمعنا ده في ورقة عمل خاصة بالمجالات المختلفة والمحاور اللي أطلقت على مستوى مصر، المحور السياسي الاقتصادي والمجتمعي.